واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين في التعايش بين أبناء هذه المحافظة الكريمة. وإذا نجحنا في تحقيق الانسجام والتعاون والتكامل بين مكونات كركوك سننجح في تحقيق الوحدة العراقية. إذا أردنا عراقا متماسكا علينا أن نبدأ من التجربة الأوضح من العراق المصغر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عندي شيء Thank you.